بيختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو اليوم استعداداته لمواجهة فيوتشر في مباراة الجولة الثانية من المجموعة من عفوا من مجموعات بدوري أبطال إفريقيا غدا على استاد السلام. بيخوض بيراميدز مرانو الأخير اليوم، ثم بعدها هيعلن باتشيكو قائمة المباراة اللي هتدخل معسكر مغلق استعدادا للقاء. وفي الجولة بقى الأولى كده حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة فيوتشر مع إسكو كارا، وتعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي 2-2. بيدير مباراة بيراميدز وفيوتشر طاقم الحكام من الجزائر بقيادة الحكم مصطفى غربال، وبيساعده مواطنه مقرن قراري المساعد الأول وإبراهيم الحمولي المساعد الثاني، لطفي بيكوسا الحكم الرابع.